وارو اهلا وسهلا فيكم بحلقه خاصه من مالو ومالك حلقه عيد الميلاد حلقه الاعياد اذا بدنا نحكيها بطريقه عامه آه اليوم عم نعيش فتره الاعياد والكل عم يحكي عن افلاس اقتصادي او على سير نحو المهوار من الناحيه الاقتصاديه بلبنان بدنا نشوف هل هيدا الشيء مزبوط آه وشو تحليل كمان الوضع الاقتصادي للبنان لبدايه 2019 اكيد كرملت حتى نجاوب عن كل تساؤلاتكم الاقتصاديه بصرنا استضيف معي بالاستوديو اليوم دكتور حلا غريب اهلا وسهلا أهلا فيك. فيك. دكتور حلا حضرتك استاذ اقتصاد بالجامعه الاسلاميه كمان بدي استفيد من خبرتك وبنشوف بنرد بدنا عن هالتساؤلات اللي عم نسمعها كثير عن الوضع الاقتصادي السيء بلبنان عن الانهيار المادي برايك هل هول كلهم موجودين بلبنان ولبنان عم يتجه لازمه استهلاكيه اذا نحن بدنا نحكي اول شيء انه ازمه اقتصاديه الازمه الاقتصاديه اذا بدنا نعبر عنها من هي يعني بالانجلش كراش هيدا الشيء بده يكون في عنا وضع لانهيار السوق اذا نحن بدنا نشوف هالازمه ما فينا نطلع بفاكتور واحد او عنصر واحد لحتى نعبر عنها او نشوفها اذا موجوده او لا نحن بدنا نشوف عدد كبير من العناصر لحتى نتاكد اذا في عنا ازمه اي او لا اول شيء لازم نطلع نحن بالناتج المحلي الاجمالي لازم كمان نشوف نحن اذا في عنا زياده بهيدا التضخم أي او لا كمان لازم نشوف اذا نحن في عنا حجم الدين العام كيف كمان بدنا نطلع على الدين الدين مثل ما قلنا وكمان بدنا نشوف كيف التصنيف كيف التصنيف لهيدا تصنيف الائتمان لهيدا البلد هلا في هيدا مجموعه من العوامل بدنا نطلع فيها ونشوف كل وحده اذا هي اذا هن موجودين كلهم مع بعض قد ايه الدرجه اللي يعني نحن موجودين فيها هلا اذا نحن بنقول في ازمه اقتصاديه نحن ما عندنا ازمه اقتصاديه بمعنى الحرفي لانه نحن عندنا وضع ركود اقتصادي هلا اللي نحن عندنا اياه هو اكثر متجهين نحن على ازمه ماليه، نحن ما في عنا مشكله بتوظيف الاموال، في عنا مشكله بالقروض، كرمال هيك نحن عنا هيدي الازمه، وفي عنا كثير كمان هلا فرضوا علينا كثير ضرائب مؤخرا بالفترات السابقه، فهيدي هي المشكله، هلا كلن هودي ممكن بياثروا على آه على المستهلك وعلى تصرفه وعلى <applause> استهلاكه بشكل عام، <applause> فهون نحن ممكن نلاقي هلا بخلال حديثنا بنقدر نفرج كيف نحن عم بكون في عنا المستهلك عم يتاثر بطريقه تصرفه بطريقه شرائه بايامه العاديه يعني يعني بالنسبه لك ما في ازمه اقتصاديه ما في تراجع على الوضع الاقتصادي نحن بلا في, في عنا في رلانتي اسمه بالوضع الاقتصادي في تباطؤ اقتصادي يعني نحن مثل ما عم بقول انه نحن في هذا التباطؤ ممكن اذا ما اجى وصار في تدابير المناسبه له انه يودي لمشاكل يعني تتفاقم المشاكل بعدين هذا الشيء هو اللي بيصير نحن اذا ما تداركناه هون نحن بتصير عنا وضع اصعب اكيد طب شو اليوم اسباب تراجع الوضع الاقتصادي بلبنان هلا نحن بدنا نشوف نحن كيف عنا الوضع نحن عنا الناتج المحلي الاجمالي تراجع، يعني إذا مقارنة مع 2010، هلا نحن عندنا ما في عنا زيادة غير ب 2% وأقل من هيك، التصنيف عندنا بلبنان التضخم، آه، تضخم عندنا زيادة بالأسعار ونحن عندنا القدرة الشرائية لهيدا المستهلك عم بتقل، هلا بعدين في عنا كمان إذا ما نطلع على على البطالة، مثل ما نحن بنعرف إنه البطالة عم تزداد كتير وهيدا الشيء لأنه في عنا شباب متعلمين كفوقين ما عم يقدروا يلاقوا فرص عمل وهون كمان فينا نقول انه في كتير دراسات اتجهت لتشوف انه نحن في عنا في عنا مثلا شو الحلول لهيدا البطاله اللي نحن عم نعاني منها هلا اللي بدي اقوله قبل ما كفي انه نحن هودا المشاكل نحن صار لهم فتره نحن مارقين فيهم هن بذاتهم بس ما عم يتغير شيء بطريقه حل هيدا المشاكل كرمال هيك نحن نفس العناصر اللي عم نقوم عم مقارنتها نحكي فيها صار لنا فتره فقاموا قالوا انه نحن مو من الدراسات اللي طلعت لحل ازمه البطاله هي خاصه نحن عندنا البطاله بالمتعلمين آه انه كيف نحن انه الاتجاه نحو الاقتصاد المعرفة آه هيدي وحده من الطروحات وتغيير عن السياسات سياسات السوق بحل هذه المشكله آه وخاصه انه هن باعتبار انه نحن اذا اتجهنا صوب اقتصاد المعرفه ممكن انه يصير مش انه نستعمل اكثر شيء التكنولوجيا بهذا المعنى يصير لكل شخص متعلم شغله هلا من الاسباب الثانيه اللي نحن عندنا إياها انخفاض الائتمان تصنيف الإئتماني لل... اللي بتحطه ستاندر اند بورز وهو للبنان هون نحن ما نعرف انه التصنيف بيجي بكذا مرحله ممكن يكون تصنيف منيح ومتوسط او ضعيف هلا نحن وقت يصنفوا هن نحن لبنان قل تصنيفه وهيدا الشيء اللي كان عم يشكل مثل خبر كثير سيء ليه لانه نحن وقت قل تصنيفنا حسينا متل الواحد بس شو قصدك بقل تصنيفنا بس لنوضح للمشاهد ايه هون كنا عم نقول انه نحن <applause> اذا كان في عندنا تصنيف يعني انا اذا بدي بدي صنف البلد اذا قادر يرد قرضه يعني يرد المستوجب اللي عليه <applause> يعني الاشياء المتوجبه عليه بمعنى اخر هون انا اذا كان البلد وضعه منيح بصنفه بطريقه ايجابيه اذا كان وضعه مش منيح بصنفه بطريقه سلبيه هلا هون نحن في عنا من خلال التصنيف اللي صار عنا التصنيف تصنيف لبنان فهيدا شكل مثل مثل خبر كانه حطم او مثل كانه رجع لهم بمعنوياتهم للبنانيين <applause> انه بكفي خصوصا انه نحن في عنا تراجع بالاوضاع الماديه يعني السيوله هيدا <applause> جايه من السيوله وكمان جايه من كمان من موضوع الدين اللي موجود عنا وهذا الشي كتير عم عم يتفاقم لكن يعني في عنا كمان الاستقرار الامني لكن وضع المالي والاستقرار الامني اللي هو اثر على تصنيفنا بشكل كتير كبير أه هلا بعد في عنا وضع اذا بدنا نشوف نحن لبنان كمان إحنا نحن عنا لبنان بيعتمد على القطاع السياحي بيعتمد على القطاع العقاري بيعتمد بهود الاشياء كتير هن اساسيين عنا اذا بدنا نطلع بالقطاع العقاري بنلاقي انه نحن في عنا القطاع هيدا عم يتراجع كل منه لورا فهو هيدا الشيء كتير سلبي كان ليه لانه هيدا القطاع مش بس انه نحن عم نبني ما هو متعلق بكثير من القطاعات مجرد ما وقفوا قروض الاسكان هيدا الشيء شكل كتير مشكله كبيره فبطلت الشباب عم تاخذ قروض وقت بطلوا الشباب عم ياخذوا قروض بطلوا عم يجيبوا عفش بطلوا عم يجيبوا ادوات كهربائيه يعني اثر على غير قطاعات وحتى اللي عم يشتغلوا بهيدا الدمان من كل الحرفيين ومن كل المدهنين هيدول وقف شغلهم فهول اللي وقف شغلهم مم. كمان تاثر على دخلهم هول بطلوا يقدروا يستهلكوا فهون يعني هيدا الشيء اللي جبت سيرته بالاول انه في الوضع المالي اذا بدنا نقول عم يتراجع, هو يتراجع. فهم بطلوا بطلوا عم يتراجع بطل عم يصير في توظيفات للاموال اللي عنا. طيب العالم ما عم تاخذ معها في كثير معها لحتى تحرك، يعني ما عم بيصير في تدابير لنصير نحن عم نعجل يعني او نحلحل العجله الاقتصاديه ونظبط الوضع بشكل يكون افضل بكثير من ما هو كان عليه، يعني بنلاحظ نحن على طول بنحكي بنفس المشاكل بس نحن ما عم نلاقي ما عم نلاقي السياسات اللازمه لحتى نظبطها، وهودا اكثر شيء بعد سادر وبعد كل هودا الاشياء، حتى اول اول تصنيف كان لالنا من ست اشهر ورجع من فتره ورجع هيدا التصنيف اللي إجى هلا كانوا عم يقترحوا ما هم بيطلعوا الرابور وبيقولوا انه نحن بننصح اللبنانيين ياخذوا بالتدابير اللي نحن اقترحناهم عليها ويعملوا الريفورم المضبوطه ويقوموا بالاصلاحات لجميع القطاعات اللي هي مراه بوضع سيء فهون نحن عندنا مشكله كثير كبيره يعني كنا عم نحكي هلا عن تراجع لكن بالوضع الاقتصادي وبالوضع المالي وفسرت حضرتك كيف طب جو الاعياد كيف رح ياثر على الوضع الاقتصادي اليوم بلبنان؟ هلا نحن بنعرف انه بجو يعني بالاعياد بيكون الجو كثير حلو خصوصا انه نحن حيكون عندنا كثير العائله مجموعه، الكل بده يجي من برا لحتى يشوف اهله وبالاعياد كمان بيستغلوا العالم العطله لحتى يظهروا يعملوا اكتيفيتي يستفيدوا منها للماكسيموم، كرمال هيك بيكونوا هن منظمين اشياء، هلا هون بتختلف انه كيف تصير الحركه، هلا في كثير عالم بتظهر بتروح بس على قد قدراتها، هون نحن بنلاحظ حتى هيدا الشيء بالمول بنلاحظ انه العالم تظهر تظهر بس ما بتكون عم بت... تشتري يعني بتجزد بتتمشى بتتفرج على الزينه، هيدا الشيء كمان بشكل كتير يعني سبب انه العالم بتصير تحطه لحتى تقدر تظهر، بصيروا يروحوا لحتى على المول لحتى يتفرجوا، بس بنلاحظ العالم اكثر شيء بتركز شو تاكل شيء بس في محطه رياضه ما بتقدر تفوتها لانه هي كتير بتكون غالية عليها، هلا هيدي من جهه مش استهلاك مش استهلاك صح 100%، هلا بعض المطاري حن بدهم يشتروا كادويات بس كمان مثل ما قلنا عدل البيجيه اللي بتكون لالون بدهم يشتروا كادويات لبعض وبدهم يظهروا بدو يظهروا اولادهم هون بصير في عنا نوع من الحركه هلا هيدا الشيء ما بيقتصر على بس اللبنانيين اللي هون اللي بيجوا من برا كمان هن بيكونوا عاملين مشاريع وهون بصير نحن في عنا حركه اكثر لانه بنكون متكلين عليهم بشكل اكبر فكرمل هيك بيكون عم يصرفوا بأكتر بيكونوا جايين من بلدان بعيده بس مركزين همهم كله على الظهرات طب دكتور حدا ليش بنحكي عن فلتان الأصهار موسم الاعياد لا بتزيد الاسعار بالاعياد هلا مثل ما بنعرف انه التجار بينطروا الاعياد مناطرة على شو يبيعوا ويستفيدوا هلا طبيعي انه يصير في عنا ارتفاع بدهم يستفيدوا هالتجار مثل ما قلنا وبدهم يبيعوا وبكون في عنا طلب يعني اغلبيه العالم بده يكون في هذه يعني حركه السوق اغلبيه العالم بدها تشتري لاولادها بدهم يجيبوا هدايا مثل ما قلنا فبصيروا يتوجهوا اكثر للمحلات وهن هونيك بدهم يستفيدوا بيعملوا عروضات ببعض المطاريح بس بصير في عنا ارتفاع بالاسعار بس اليوم يعني عادة ما كنا نسمع كثير فيها بلبنان، اليوم مؤخرا صرنا عم نسمع بشيء اسمه بلاك فرايدايز، صح. شو على شو بدل هلا بلاك فرايداي هو شيء بامريكا عندهم معروف هو بيجي قبل بيوم عيد الشكر بيكون هيدا النهار بيعملوا فيه خصومات كثير عاليه للاسعار بشكل كثير كبير يعني بتوصل ل 90% وبنشوف نحن في انخفاض كثير كبير لدرجه انه العالم بتنطر هيدا النهار مناطره لحتى تتوافد على المحلات تستفيد يعني باكبر عدد ممكن من البضائع يعني كل شيء بيكون عليه سيل هلا كيف اجت البلاك فرايداي هن من وقتها ازمه بامريكا امريكا صارت ب 1800, بالـ 1800 و69 هيدي الازمه وقت صارت عندهم لا التجار بدهم يتخلصوا <applause> من الستوك الموجود عندهم فوطوا الاسعار هلا بس ليه بنقول لها بلاك مش عشان نحن متشائمين او هيك بيقولوا لها بلاك عشان ب آه ب آه 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 فيلادلفيا اجوا آه قالوا انه آه انه هيدا النهار بتعجق فيه كثير السير بيعجق في السيفي يعني آه عنا عالم تزاحم كل ما هيك نحن عنا بسموه بلاك فرايدي لانه بيكون في كثير ضغط وعجقه والعالم كلها عم تتهافت يعني بيكونوا ناطرين يمكن قبل ما يفتحوا المحل قدام باب المحل هلا نحن عم بيصير عنا انه عم يجي على لبنان وعلى المنطقه مش من زمان ب 2014 في موقع حمله بمقابل هذا البلاك فرايدي مثل ما بنعرف مش بس المحلات بظل وجود الانترنت صاروا م. عم يعملون مواقع كمان على الانترنت امازون وهودي والاي باي وهيك هلا بمقابل هذا الشيء بال 2014 اجى موقع <applause> بالبلدان العربيه خطا هيدا الخطوه وعمل الـ 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 مش بلاك فرايدي الابيض يوم الابيض سماه لانه اعتبروا انه هيدا خاصة الثقافه بالبلدان العربيه وانتشروا وصاروا يجيبوه لعنا هلا نحن عنا بياخذوه اكثر من يعني بطريقتهم المختلفه يعني جبنا الكونسيبت بس ما مشينا فيه بطريقه مختلفه عن السائده برا لانه ما بنعمل تنزيلات اسعار مثل ما هي لازمه مثل ما عم بتصير هن عندن. يعني اذا بدنا نحكي نحن على البلاك فرايدي اللي عم يعني بيكون عندنا بلبنان، برايك في منا تنزيلات حقيقيه اكثر ما هي دعايه لجذب المستهلك؟ صح هن إن بيقولوا انه نحن عندنا تنزيلات، بس بيجي المستهلك يعني اذا نحن شفنا اراء العالم اللي هي عم تتوجه على الاسواق، بنشوف انه كلهم بيتحمسوا انه والله في بلاك فرايد خصم <applause> من الفتره الاخيره اللي بلشوا فيها، بينزلوا بيلاقوا ما في هالفرق كثير كبير بالاسعار، بيقولوا في خصومات اللي بيكون قاطع قبل فترة. وشايف ومقارن بلاحظ انه ما في هيدا يعني هون نحن بصير في عنا مشكله مشكله مع التجار مشكله ثقه لانه بنلاحظ احنا على طول بالتنزيلات عنا بنقول انه نحن معقول نحن في عنا تنزيلات بدها تصير لا ما هن ما بيخفضوا كثير مش مثل بلدان اوروبا وبلدان امريكا اللي بصير عن جد عندهم سيل بمعنى الكلمه بصير المستهلك عارف حاله مثلا بفرنسا في بيعملوا اول ديمارك ثاني ديمارك بيصيروا يواصلين هن عارفين حالهم هن عندهم الخيار انه انا بشتري يعني على 70 ما في يعني على 70 على يعني بيضطر بعدين هلا صحيح في اشياء حلوه بتروح هون لا ما بيصير في عنا هيك بيجي المستهلك بينزل بيلاقي عاملين هلا بيبعثوا في سيلات تنزل بتلاقي على كم قطعه في سيل بس ما بيكون هالسيل المضبوط او بتكونوا مش حلوين ومش ما بيلبوا قديمه يعني ليتخلصوا منها فما بتلبي ذوق المستهلك ما بيضطر بيتوجع على نيو كولكشن او ما بيشتري بالمره فهون نحن هيدي هي ازمه السعر عم تخلق مع التجار طب اليوم دور وزارة الاقتصاد بضبط الأسعار وإذا بدي حددها أكثر بفترة الأعياد شو الدور اللي هلا دور وزارة الاقتصاد بتلعب دور كثير كبير بالأسعار خصوصا لما ما كان بلشت تعمل حركة كثير كبيرة وتقول إنه أنا بدي أطلب حطوا وضع الأسعار مثلا بالريستوران بحطوا الأسعار المفروض يكون في لايحة بالأسعار وين ما كان بس وزارة الاقتصاد ما فيها مثلا تقول لهيدا التاجر ما تبيع البنطلون هيك أو نحكم له بالأسعار لأنه نحن عندنا ما في عندنا هيك شيء ما في عندنا خاصة بالسياسة في عنا حرية بلبنان من ناحية وهذا الشيء بيلعب دور السوق عرض والطلب بس نحن عنا في عنا وزارة الاقتصاد طيب مثلا بتهتم على صعيد السوبر ماركت بتروح بتعمل كبسة على هيك أنواع من الأسعار اللي المفروض تكون يعني ما ما يلعبوا فيها لأنه هي بالنهاية المستهلك عنده بادجت كثير محدود بده يشتري من خلاله هلا في عنا الأكيب والستاف يلي موجود عندهم منه كثير كبير يعني ما بيقدر يقوم بهيدا العمل اللي كثير متعب ونحنا ونحن على بلد يغطي كل لبنان فكر من هيك اوقات كثير بيطلبوا هن مثل الطلاب يكونوا <applause> معهم انه لحتى يساعدون واخر مؤخرا كمان كنت عم نحكي عن الاسعار يعني عملوا دور لنقول انه عملوا دور خاصه على صعيد المطار الكهرباء كانوا هن وزق. عم يراقبوا وعملوا يعني وهيدا الشيء شكل كثير يمكن وثقوا اللبنانيه فيهم خاصه انه بعد ما حطوا في دعم لهم خصوصا انه بعد ما حطوا حطو العداد ولقوا انه في هالفرق الكثير كبير بفواتير الكهرباء بابا بدك تقيمي اليوم دور جمعيه المستحي مثل المستهلك لا عام 2018 كيف بتقيمي لها دورها؟ حماية المستهلك يعني هون نحن كان عن جد عم بيقوموا ب عم بيقوموا في ما فينا نقول دور سلبي، كان عم بيقوموا بالدور اللي عليهم وهذا الشيء بيكون كثير منيح خصوصي انه مثل ما عم نقول انه الامكانيات الدوليه منا كثير كبيره يعني ما عندهم هالاشياء اللي بيعملوها وحتى على صعيد المناطق ما عندهم يعني ما مجهزين بالاكيب الضروري لحتى يغطوا كل اللي لازم يعملوه فهم بضلوا دور دور ضعيف مع انه هن بيكونوا عم بقوموا باللي عليهم طب اذا بدنا نحكي سياحية، شو بينتظرنا اليوم بموسم الاعياد على من ناحيه السياحه هلا بموسم الاعياد في كثير سواح بيتوجهوا لعنا خصوصا انه نحن بلد بيكون بلدان من بلدان دافية بيتوجهوا لعنا بيكون ابرد من غيره فكرمل هيك بس يجي اللي عنا السواح كثير بينبسطوا فبيكون في عنا هو السياحه الجاي من برا خاصه اللي جايين يشوفوا اهاليهم ومتوجهين ليشوفوا بينطروا عطلة مناطره هلا في كمان عنا السياحه الداخليه هيدي السياحه الداخليه بيكون اللبناني ناطر بده يطلع على يشوف بده يروح على هيدي المنطقه كمان في افتتاح لشجر هون، آه هون بيكون كمان كل ضيعه عم يعملوا فيها آه مثل حفلات اكتيفيتي عم بتصير، هيدا الشيء بيشجع الواحد يروح كل يوم على محل، وهيدا الشيء كمان بيساعد المستهلك انه يصف وبيساعد انه يكون في عندنا تنشيط لهيدي المناطق، وهيدا الشيء كثير بيفيد. وهالوضع الاقتصادي له نتيجه رح اكيد لانه لما يصير في عنا استهلاك عم عن بتبيع العالم، عم بيصيروا يتحمس لسنة اللي بعدها انه يعملوا استثمار، يفتحوا كيوسك بهيدا المحل، بيفتحوا بصير مره 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 بصير يتطور هيدا الشيء تحلل الوضع الاقتصادي بلبنان للعام 2019 هلا كيف بتشوف هلا بالنسبه الاقتصادي. لعنا للعام 2019 زمان نشوف انه نحن الوضع ما حيكون كثير بعيد عن 2018 خصوصا اذا نحن عندنا المشاكل اللي عندنا مثل مشكله الكهرباء اللي صار لها مدري قد ايه ما انحلت مشكله النفايات اللي كمان بعد ما لقوا لها حل ولازم يستفيدوا منها كمان في عندنا بعد مشكله مشكله النفايات اللي ممكن يستغلوها هلا بانه يعني يعملوا طاقه متجدده كمان نحن عندنا من الاعباء اللي عندنا هي مشكله استيراد النفط لانه هي بتشكل كثير عبء كثير كبير على الدوله عندنا هون نحن عندنا مشكله الانفاق فاللي اللي هو اكثر من ايرادات نحن لازم نلاقي حلول وناخد بعين الاعتبار بكل الاقتراحات اللي بيجيبوا اياها او بي بي بيطرحوها علينا المختصين لحتى نلاقي حلول حلول جذريه هون ساعتها فينا نحكي عن اوضاع بتكون افضل من الاوضاع اللي هي في 2018 لانه نحن لازم نتجنب يعني هلا نحن عم نحكي عن تصنيف كان سلبي نحن ما بدنا نروح على الأسوأ لازم نروح على وضع افضل وبالاضافه انه لازم تتشكل حكومه يكون في عندها برنامج كتير فعال ويصير في عنا ريفورم المضبوطه لحتى نحن نظهر من على الأقل جزء بسيط من هذه المشاكل اللي بنعاني منها صار فتره وحتى يعطوا شويه امل لل... للبنانيين ايه اكيد كثير لفتني موضوع التصنيف اللي حضرتك حكيت عنه، طب لبنان اذا بده يحسن التصنيف اللي هو فيه شو المفروض يعمل؟ هلا هو لازم ياخذ بعين الاعتبار بحل المشاكل اللي قلنا عنها خصوصا انه نحن في عنا ركزوا وقتها عنا عطوا هذا التصنيف انه نحن لبنان عم ياخذ قروض من ال... من البنوك المحليه عنده مشكلة مشكلة الدين اللي هي عم تتفاقم وعندنا مشكلة الكهرباء نحنا كهرباء لبنان عم بتشكل كتير عبء على الدولة وعلى ميزانية الدولة فهون نحنا لازم ياخدوا هيدا الشيء بعين الاعتبار ومثل كأنه يستفيدوا نحنا عنا في زيادة في زيادة مشاكل والدين عم بيزيد وفي غياب للاستثمارات هون نحنا في عنا غياب للاستثمارات يعني ما عم بيكون في عنا ثقة إنه يجي مستثمرين جدد على البلد فهون نحنا كمان هيك لازم قد فينا نحسن الوضع لحتى يوثقوا فينا حتى اللبناني اذا بده يفتح مشروع صغير يوثق ويصير في عنا شو اسمه خطوه جديده لقدام انه نفتح مشاريع خاصه انه في عنا مشاريع صغيره اللي هي كثير بتفيد كمان اكيد بس دكتور حنا بتحسي انه عم تحكي انه لبنان لازم يزبط وضعه اذا بدك بالتصنيف بس بتحس الدوله اللبنانيه للاسف ما بتسعى لهيدا الشيء يعني بدي اخذ ابسط اكزامبل لتحسين الوضع الاقتصادي تشكيل الحكومه 100% لانه هون احنا شوي لازم السياسيين والطبقه الحاكمه هي تتجنب او تتعالى عن المشاكل اللي هي بتكون بالمحاصصه اللي بتصير بيناتهم ويهتموا شوي بالمواطن لانه بالنهايه هيدا الشيء بينعكس عليهم وعلينا انه نحن بالنهايه بس توقع على المشكله بتوقع على الكل هلا هون نحن لازم شوي يتطلعوا انه نحن لازم نعجل بهيدي الخطوات اللي عم نعملها وناخذ الاجراءات اللازمه نشكل حكومه نحط خطط ليمشوا حال العالم يشوفوا الوظائف الشاغله اللي هي موجوده لحتى يعبوها ما في عنا مشاكل فهون نحن هيدا الشيء لازم يلتفتوا له خصوصا انه نحن في عنا عالم كله يعني في واقف حالة من ما في مجلس وزراء في بوستات كثير كبيره لازم تنشغل صح اكيد بدي ابعد شوي معك بسؤال بدنا نبعد شوي عن الاقتصاد وندخل اكثر بجو الاعياد اليوم شو بتقولي لمين نسى معنا العيد الحقيقي؟ يعني شو بتحس شو بتقولي اليوم لمين بس عم يتعلق بالماده وبالاوضاع الماديه والاقتصاديه ونسى اذا بدك الاعياد شوي مية بالمية لانه بنلاحظ انه العالم كلها توجهت بطلت هي فيها الشيء الجانب الانساني صرنا عم نتوجه <applause> اكثر للاشياء الخاصه بالمظاهر تقليد الناس اللي ما عم, عم نضل على البساطه هون نحن في العالم عم تكون متاخده متاخده انه انا بالاشياء اللي كثير بتكون غاليه بتكون منا هي بالجوهر مش انه نحن عم نجيب لبعضنا نهدي بعضنا نذكر حدا عنه يمكن بحاجه انه نحن نلتفت له مش بحاجه الماديه بالحاجه المعنويه انه نلتفت له نعمل شيء خير نزور دار عجزه نزور اشياء كثير فيها الكوكتيل انساني اللي هو بيرمز اكثر للعيد بما انه نحن نضلنا مهتمين بالاشياء اللي بنصرفها على مطاريح هي ما تكون كثير من الاولويات فهون هون بده معنا العيد الحقيقي كتير بال... والتجار اللي بتحسيهم عم يستغلوا هلا الوضع لزياده الاسعار هذا الشيء يسمى تضخم اليوم بلبنان او لا هي بس لانه مرحله وبتقطع هلا التضخم هو مثل ما بنعرف هو زياده كثير بالاسعار بتكون على فتره اطول هلا هون التجار هن بدهم يستفيدوا مثل ما قلنا بيحاولوا يزيدوا اسعار مثل كيف مثلا بنلاحظ بحطوا انه اساس في سيل بتكون تروح بتلاقي انه لا ما في سيل بتكون بيعلوا سعرها وبيوطوا فهن بيكونوا عم بيبيعوا بالسعر الحقيقي فكرمال هيك هون بيكون في عنا مشكله كثير كبيره وبعد شغله انا بحب اذكرها كرمال الاسعار انه نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار الاسعار السياحيه يعني نحن عنا بلبنان وقت نحكي عن الاسعار ان كان تجار تجار ثياب او طبيعي المطارح السياحيه المطاعم الفنادق خصوصا هلا جايين على موسم اعياد في عنا حجوزات بالاوتيل في عنا كمان الفنانين السهرات سهرات راس السنه هون بيجوا بنلاحظ انه نحن عندنا السهره بتكلف كثير يعني اذا واحد بده يروح يسهر لوحده بده يدفع يعني اكثر من معاشه اذا فكر هي في حال قدر هلا بس عم بيصير في عندنا شغله كثير هيدي ممكن لازم ينتبه لها اللبناني انه نحن عنا أسعار برا عم بتكون ارخص بكثير كمان هيك في عنا عدد كبير من اللبنانيه عم يتوجهوا لبرا لحتى يقضوا فتره الاعياد خاصه راس السنه يعني بيوم راس السنه بيطلعوا في كذا نهار مثلا برا. بلدان ثانيه برا تركيا يعني. بغير بلدان فهون نحن لازم ناخذ هيدا الشيء بعين الاعتبار لحتى نخسر بكرة إن كان سوح. السواح الأجانب أو المحليين اللي كمان ممكن إنه هن بطلوا آآ آآ يعني يطلعوا طلعاتهم بقلب لبنان بيصيروا يتوجهوا لبراك حتى إذا بدي أعلق على هيدا النقطة كنت عم بسمع من كذا يوم على الراديو انه هيدي السنه ما عم نسمع اعلانات عن فنانين عم يحيوا عيد راس السنه بلبنان هل هيدا بالنسبه لحضرتك انه تراجع بالوضع الاقتصادي هيدا الشيء مرتبط ان كان بالوضع الاقتصادي والوضع الامني اللي بيكون كثير مقلق بيصير العالم يخافوا يجوا على لبنان بس في عالم اكيد بضل عندها الثقه وشو ما صار بتجي بس كمان بهيدا النقطه انه هون نحن عندنا بيصير يخف عدد الاشخاص اللي بدهم يجوا بقولوا على نفس الشخص بحضره بلبنان وبحضره برا برا ارخص بروح بيستفيد من سفره حتى الاشخاص اللي هن بيكونوا رايحين لحتى لي يحضروا الفنان مثل ما بنعرف انه في, في اشخاص بيكونوا بحبوا هذا الشخص بيروحوا بيحضروه انه اذا ما كان موجود بيروحوا بيقصدوا البلد كرمال يحضروا هذا الشخص اللي بيكونوا كثير بحبوه فهون هيدا الشغل كثير يعني كثير لازم ننتبه له لازم ناخذ نعمل اسعار تشجيعيه لحتى نحمس العالم انها تجي ترجع, ترجع على البلد بعيدا عن دور السياسيين بتحسين الوضع الاقتصادي اليوم بلبنان المواطن اللبناني العادي شو بتحس اليوم اله دور كمان ليحسن بالاوضاع الاقتصاديه بالبلد المواطن اكيد اله دور كتير كبير هلا هو لهون يعني اذا ما نقول الاغلب اللبنانيين هنا من طبقه يعني ما في عنا بقى كثير طبقة وسطى يعني بتوصل للفقيرة فنحن عنا خصم بالظل الوضع اللي احنا فيه نحن ما هيدا الشيء حيأثر على البوفرتي م. هيدا الوضع اللي احنا فيه اللي عنه والتصنيف اللي صار والوضع اللي احنا عم يكون ماشي صوب الأسوأ آه هيدا عم بأسرع على الفقر فنحن هود الأشخاص ما فينا نعول عليهم كثير بأنه يعملوا كثير قصص لأنه هن آه ما عندهم رأس المال م. اللي بيعملوا هن بيشتروا السلع الاستهلاكية اليومية ضروريات فنحن فينا نتكل أكثر على الأشخاص اللي بيكونوا عندهم رؤوس اموال من الميسورين اللي هن ممكن انهم يدعموا يساعدوا لو في الوضع افضل مثلا من خلال القروض يلي هي بتكون عم تعطي مثلا للاشخاص خاصه للمين للاشخاص اللي بيكونوا بدهم يفتحوا ستارت اب بدهم يفتحوا مشروع جديد اللي هول بيكونوا بحاجه لتمويل واللي حتى يقدروا يبلشوا هلا بنجي مثلا نقولوا هن هالاشخاص حتى لو لقوا تمويل في عندنا وضع كثير سيء بكون الوضع الأمنة اللي ما بقى الاذن مخليهم ياخذوا هالخطوه والمستثمر عم بخاف يحط امواله وين كان كرمال بخاف باي لحظه يخسروا يعني من وين ما كان اذا بدك عم عم نرجع لورا طب سؤال نحن اليوم باي فاز بلبنان نحن ريسيسيون او ديبريسيون؟ نحن عنا بالوضع الركود يعني يعني نحن تباطؤ تباطؤ نحن عندنا تباطؤ مالي التراجع, التراجع. فنحن اذا اخذنا يعني مجرد ما حلت مثلا مشكله قدام مشكله نحن في عنا بيصير وضع افضل ليه لانه العالم بتطمن يعني مثلا نحن وقت من فتره رئيس الوزراء تم احتجازه بالسعوديه وطيت الحجوزات نسبة منيحه بالاوتيلات لانه العالم صار تتخوف انه ممكن يصير مثل السنوات اللي قبل يصير في وضع مشاكل مشاكل بلبنان بيصير في اي ازمه فبيبطل يجوا فهون نحن عندنا مثلا هلا بنلاحظ بعد العطله بيصير يقولوا والله كانت الحجوزات منيحه اجوا العالم هيك لانه بصير ياخذوا هذا المعيار ليشوفوا اذا كان الوضع عن جد منيح او لا وحديث الساعة اللي سبق كمان وحكينا فيه بس كمان لل 2019 بتتوقع انهيار لليرة اللبنانية اكيد من حسب من, من خلال تحليلاتك الاقتصادية لا اكيد ما في انهيار لليرة اللبنانية طالما في تطمينات كانت عم بتقول آه انه نحن الوضع الليرة منيح هلا اللي عنا ما بدنا نخوف العالم كتير. نحن عنا هو التباطؤ يعني مجرد ما صار في عنا اجراءات اخذوا بعين الاعتبار الدولي لحتى ينعشوا الوضع هون بيكون الوضع كتير منيح يعني نحن مجرد ما هن آه شو اسمه هلا في مصاري موعودين فيها لحتى لي من وقتها من بعد سهل لحتى لي يقوموا ببعض الخطوات اللازمة ليحسنوا الوضع هون نحن بصير الوضع كتير افضل وبصير عنا بصير مثل القصص بتكفي بعضها يعني بكون مثل ما المصرف المركزي عم يعني بيقوم بواجبه ليحمي الليره وهونيك اخذوا الخطوات البناءه لحتى يحموا الوضع المالي والاقتصادي هون بصير في عنا شو اسمه تحسن الوضع ككل فهون نحن اللبناني ممكن انه يطمن ويصير يرجع يجي استثمارات اجنبيه او استثمارات من اللبنانيين الميسورين وبيصير عنا الوضع افضل بكثير ان شاء الله يعني كثير حلو التفاؤل اللي عندك والاكيد المشاهد اللي عم يسمع رح يتفائل ايه اكيد لانه 2019 اقتصاديا على اللبنان. لا على القليل انه نحسسه انه ممكن يعيد هالعيد شوي يطمن انه يصرف شوي مصاري <تصفيق> لانه <تصفيق> طالما ما في تطمينات المستهلك حيكون كثير خايفان يصرف مصرياته ويتوجه <applause> للسوق يشتري اقل غرض فبيكتفي بالضرورة طالما حاسس انه في قصص مرتاحه شوي، بيصير يتحمس انه ينفق اكثر لانه بقول انا انه مش حيصير شيء، انا هاي الفكره. وبكلمه اخيره شو بتتوجهي للبنانيين بفتره هيدا الاعياد؟ آه انا اكيد بحب اعيد كل اللبنانية واقول لهم ان شاء الله بتكون سنه خير عليهم ان شاء الله آه وكمان بحب اقول لهم انه آه انه ان شاء الله السياسيين هن بي بيترفعوا عن المشاكل وعن الاطماع اللي عندهم وبيطلعوا شوي بهيدا اللبناني اللي بيكون عن جد كتير متضايق بهمومه يلي عايشة كيف بفوقه بيجيلو ازمات بتكون هي بغنى عنا اكيد اكيد وانا بس بدي ارجع اذكر المشاهدين انه كل التوقعات الاقتصاديه اللي طلبناها من حضرتك هي اكيد من خلال تحليلاتك الاقتصاديه لانه مثل ما سبق وقلنا حضرتك دكتور بعلم الاقتصاد واستاذه كمان بالجامعه الاسلاميه استاذه اقتصاد بالجامعه الاسلاميه انا بدي اتشكرك كثير دكتور حلا غريب على هالمقابله وعلى المعلومات والتطمينات والتفاؤل اللي اعطيتينا اياه بموسم الاعياد ان شاء الله يا رب كمان بدنا نتمنى لك نحن من اسره مريم تي في تكون نهايه ال 2018 وبدايه ال 2019 كمان سنه عليك حلوه مليئه كلها بالصحه وبراحه البال. اعزائي المشاهدين فاصل صغير وبنرجع بنعاود مالو مالك. من بعد الفاصل كثير مهم اليوم لانه اكيد كثره العزايم مع الاعياد كثير مهم ننصح ربة المنزل كيف لازم تنظم العزايم تبعها كيف لازم تتخلى عن القصص الدوليوكس المنا اساسيه وتحافظ بس على القصص الاساسيه لا بعد الاعياد كمان تكون عم بتقطع عائلتها بمراحل حلوه مش يكونوا عم يرجعوا يعيشوا اذا بدنا نقول دين ما بعد الاعياد واكيد لا حتى نحكي اكثر بهذا الموضوع بصرنا استضيف مع اليوم بالاستديو المرشده الاجتماعيه فاليري معلوف اهلا وسهلا فيك مرسي اهلا وسهلا فيك آه فاليري بدي اذكر حضرتك مرشده اجتماعيه واليوم رح نستفيد من خبرتك لتوجهي اذا بدك رساله وتعليمات لربة المنزل على كيف بدها تدير العزيمة اللي بدها تعملها وكيف بدنا نحكي عن عقلنة الاستهلاك كمان حتى ما نزيد مصاريفنا الكتيرة إذا بدك بشهر الأعياد صحيح بدي أرجع رحب فيك عن جديد وبدي أقول كيف اليوم المرأة لازم تدبر المصاريف تبع العيد وكيف لازم نحكيها أكثر عن عقلنة الاستهلاك فترة الاعياد هي فترة ملانة فرح وملانة حركة وملانة حياة وهذا الشيء بينتقل لقلب البيت لا. لما بينتقل لقلب البيت كمان الانسان اللي عنده فيه فرح و... وعنده هيدا ال... الاستعداد انه يكون عم يستقبل الامور الفرحة بحياته كمان هذا الشيء بيأثر بيصير كمان هو بصير يحاول ينقل اجواء الفرح للمحيط اللي حواليه لما بتكون ست البيت عم عم بتحضر لفتره اعياد ان كان اعياد الميلاد ولا حيلا مناسبه ممكن تكون عم بتحضر للعائلة بتكون عم ينحسب حساب الأمور الماديه مثل ما عم ينحسب حساب نفس الشيء للاشخاص اللي بدنا نكون عم ندعيهم كيف بدنا نكون عم نحضر حالنا نحن شخصيا كيف بدها تكون البيت عم نحضره وبنفس الوقت شو بدنا نكون عم نضيف الاشخاص هن موجودين عندنا فتره الاعياد <applause> معروفه خاصه هلا هي الاعياد المجيده انه انه العيال بتجتمع على على المائده ان كان ميدة الظهر ولا ولا عشيه ولا حتى من خلال الزيارات بزيارات بنكون نحن عم نعمل الماكسيموم اللي لست البيت انه هي عم تضيف ضيافه العيد يلي هي بتكون منوعه لتكون عم نفكر بعقلانه مصروف العائله بهذا أنا الوقت نوضح اكثر للمشاهد عقله الاستهلاك قصدي فيها ترتيب الاولويات يعني ما صحيح. يكون في قصص دولوكس يمكن موجوده صحيح كرمال هيك نحن بنقول فينا نكون عم نفكر بمنطقين منطق بيقول انه انا بفتره العيد بدي اكون عم بعمل كل شيء واو كل شيء كل شيء انا بحلم فكر فيه اكيد ما فيني اخر دقيقه اكون انا عم حضر له بدي اكون عم حضر له من قبل بسنه يعني فيها تكون ست البيت عم تعمل اجي عم تعمل صندوق معين وتقول انا بدي وفّر من مصروف البيت مبلغ معين او بدي وفّر من هيدي النقطه مبلغ معين وبدي صمده لفتره العيد اذا كان عيد الميلاد او حيا العيد هي بالنسبه لها بيعني لها كثير يمكن عيد شفيع عائله او عيد أنا آه هي مناسبه نعم للعائله بتكون هيدي اول شيء بدها تكون هي عم تحضر له الميزانيه تبعه بيوصل نهارتها بتكون هي محضره مبلغ وبكون اكيد المبلغ يلي هو مبلغ الشهر يلي المعاش او المدخول الثابت يلي قدرت كمان بلحظتها تكون عم بتشيله هيك بتكون عم تحط المدخولين فوق بعضهم بتكون عم تقدر تامن الماكسيموم يلي هي حابه تامنه شيء التاني اذا واحد امكانياته الماديه ما بتسمح تكون عم بيشيل شهريا مبلغ معين على سنه على 12 شهر ليكون ليوصل لهيدا النهار نحن بنقول انه بدي يكون عم بشيل على جنب كل الامور الثابته يلي انا ما بقدر استغني عنها يلي انا ولا ممكن اذا انا قطع الشهر وما دفعتها رح اكون انا عم بنزعج من بيناتهم الاساسيه صحيح من بيناتهم يمكن الاكل الاساسي م. المشروب الاساسي اذا في دواء مزمن او اذا في دواء لازم تكون العائله عم تامنه اذا في اجار اذا في مصاريف شهريه ثابته هي بدي يكون عم شيلها على جنب المبلغ الباقي بدي يكون عم اقول بهيدا المبلغ بدي اتصرف اكيد بدي يكون عم شيل شقف صغيري منه للطوارئ اذا عزت لا سمح الله طبيب او دواء طارئ او اذا او اذا صار عندي شيء عطل معين بالبيت بالبيت بحاجه لاكون عم بص عم صلحه. والمبلغ الباقي بقول انا هيدا المبلغ بدي اقسمه عندي مناسبه وحده بس عندي ثلاث عزايم هي المبلغ اللي باقي عندي بدي اكون عم اقسمه بهيدا المبلغ بدي اكون عم بشتغل منطقيا بالأشياء من اللي انا قادره اكون عم امنها بهالقيمة يلي هي محدودة محدودة فاليري اليوم بدنا نحكي عن شيء كثير مهم للاسف صار موجود كتير بمجتمعنا بتحس بموسم الاعياد وخصوصا على الهدايا في تنافس في تباهي مين بده يحصل على الهديه الاغلى على الهديه اللي يمكن اكثر على الموضه او شيء دارج اليوم اليوم في بالاعياد مين بحب انه يصرف كل المدخرات يعني بده يصرف كل شي على الهدايا انه انه يعني العيد صار مادي اكثر ما هو معنوي او اذا بدك رمز العيد هو مثل ما سبق وقلنا يسوع المسيح، اليوم شو بتقولي لهول الناس؟ وكيف بتلاحظي انه هيدا اللي عم يصرف كيف بده ياثر هيدا الشيء على العائله على ميزانيه العائله لبعدين؟ وشو دور القناعه اكيد كمان؟ أه بحب اقول شغله هون نقطه مهمه بهيدي بهذا <applause> السياق انه الانسان لازم يكون بالاول مت متصالح مع نفسه، إذا الإنسان متصالح مع نفسه بيعرف شو بده، بيعرف شو إمكانياته، بيعرف شو الواقع اللي هو فيه، ومنه خجلان منه، ومنه مستحي بالواقع اللي هو فيه، ساعتها هو قادر يكون عم بي... عم يضبط هيدي الفترة بأكثر بي... 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 حكمة وبأقل كلفة. ممكنة مم. هلا مش غلط الإنسان يكون كريم ويكون عم يهدي الأشخاص الآخرين إذا كانت إمكانياته المادية بتسمح مش غلط بس بالمقابل ما بده يكون عم ينطر قيمة مبادلة مم. يعني أنا إذا بهدي بهالقيمة إكس أنا بدي يكون عم بنطر بالمقابل إنه هذا الشخص الآخر عم يرد لي بنفس القيمة إذا ردلي لي بنفس القيمة هذا الشيء رح في أشخاص رح ترفع له من غرورة إنه أنا هديت تنقول ما بعرف بألف دولار بس إجاني كمان هدايا بألف دولار مم. يعني كأنه مم. أنا كانه انا هديت اللي الاشخاص اللي عايزينهم وانا اجاني اللي عايزني او اجاني انا القيمه الماديه يلي انا, يعني أنا بحبها هون هون اذا امكانياته الانسان الماديه بتسمح ومحيطه مرتاحين ما في مشكل هون بيكون بهالنقطه بيكون يعني ما في تاثير هون يمكن هون ما في تاثير انما آه التاثير آه. وين بيصير لما بكون عم نشيل المبالغ هيدي اللي عم ندفعها على الهدايا اللي هي قيمتها كبيرة منا هدية رمزية عم نشيلها من درب أمور أساسية لبيتنا خاصة الأمور اللي علاقة بالصحة أو أو بنوعية الأكل أو بنوعية الحياة اليومية هون بده يصير هون بده يصير في خلل بده يصير في إنه ثلاث أربع أيام بجمعة بفترة عشرة أيام بكون أنا عم أحط كل مدخراتي حتى كل يمكن المعاش الشهري وعم برجع كفي الأيام الباقي بي، بي، بي ولا مادة ولا ولا ليرة بالجيبة أو بمبلغ كتير بسيط هون بتصير العالم تضطر تتدين أو بتضطر تأجل وهون بنشوفهم منش هول العيال او هون الاشخاص يلي هن على طول بهيدي الحلقه بهي الدوامه انه انا ما لحق خلص الشهر كنت انا مدينه قبل ما يجي الشهر الثاني بتصير تتكرر معهم هالخبريه بتكون كثير كبيره بفتره الاعياد انما بتكون اقل بفتره الايام السنه العاديه فتره العيد بتكون كثير كبيره لانه بنعرف نحن بالاعياد بصير في كثير عروضات وبصير العالم بدها تشتري والناس بتزور بعضها وهي فتره مثل ما قلنا فرح صح اكيد يعني وحتى الاولاد اللي بتحس انه كانوا عم يدخروا يمكن على فتره سنه او عم يدبوا مصاري بنصحهم يصرفوا كل مدخراتهم على فتره الاعياد او لا ينظموا كمان ويجيبوا القصص الاساسيه لإلهم للاولاد يلي هن ب... عندهم منطق الاجه يلي بي... يلي عندهم انه انا عندي مدخرات شهريه بدي اكون عم حطها على جنب انا بنصحهم يكونوا عم بحطوا اولويات هني شو شو يكون عندهم هن شو بحاجه وه... واذا كل هودي اللي هن بحاجه لهم هلا عايزينهم هلا اللحظة فينا نكون احنا عايزينهم بهاللحظه اللحظة و... و... ورح نستعملهم من هلا من وقت لما بنشتريهم الى ل... للمستقبل يمكن اوكي بيجيبوهم بس بدي اقول اوقات كثير اشخاص بتجيب اشياء بتحطها بالخزانة أو بتحطها بالعرف أو بتحطها بالبيت وما بتستعملها لبعد يمكن شهرين وثلاثة هون بدنا نكون نحن عم نسأل نفسنا أنا هيدا الغرض اللي بدي أعوزه أي متى بدي أعوزه هل بدي أشتري أي متى بدي أعوزه رح أستعمله هلأ أو رح أستعمله بعدين إذا إمكانياتي المادية بتسمح إني أنا أشتريه هلأ لأنه هلأ في عروض وفي في في تنزيلات بالاسعار وامكانياتي بتسمح بكون انا على عم جيبه هلا عم ضبه لا استعمله <applause> بعدين تنظيم <applause> انما اذا امكانياتي الماديه ما بتسمح وانا مثل ما سبق وقلنا بدي اكون عم شيله من مصروفي ومن اشياء الاساسيه انا بدي اكون عم نيم المصاري بدل ما تكون مصاري موجوده بجيبتي واستعملها عند الحاجه تبعها عم كون عم نيمها بشكل بضاعه او بشكل ماده معينه موجوده بالبيت وهيك استعملها هيك لا هون الخطر يعني هون الخطر. اليوم اذا بدنا نحكي عن ضروره اذا بنقول دعوه الاهل اليوم بالاعياد في ستات ربات منزل بتحس انه الميزانيه ما بتسمح كست بيت قبل ما تكون مرشدة اجتماعية شو بتنصح الطاولة اليوم بالعيد شو القصص الأساسية اللي مفروض تكون موجودة بالعيد وشو القصص اللي على الميدة اللي بتحسي أنه هيدا الشيء دوليوكس فيها تستغني عنا شو بتنصحيها إذا كنا قاعدين على الميدة ونحن مبسوطين بالقعدة حتى لو الميدي ما عليها الا خبزه وزيتونه نحن الفرحه هي اللي جمعه اكثر من اللي شو بدنا ناكل لان احنا كل يوم عم ناكل واكيد كتر خير الله للاشخاص اللي عم يقدروا وبتمنى لكل الناس يكونوا عم يقدروا يامنوا ثلاث وجبات أقل له يوميا فاذا إذا نحن مبسوطين مع الناس اللي قاعدين معهم شو ما كان في على الميدة رح نكون مبسوطين، إذا نحن عم نعمل الميدة لحتى نفرجي الأشخاص الآخرين شوفوا شو في عنا، أو أو ذوقوا شو شو عملنا أو ليكوا نحن قادرين نكون عم عم نشتري هيدي المواد، لا بس لحتى نظهر للآخرين إنه نحن قادرين نكون مثلكم أو مثل أشخاص آخرين هون بدها تكون عم تكسر ميزانيتها وهون رح تكون عم, 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 عم تشيل هيدا الماده المصاري عم تشيلها يمكن من درب اشياء اساسيه لاولادها لتحطها على بالوقت يلي الأكل عم يفضل للأسف أوقات كتير عم يرمى بسلة المهملات أو أنه عم ينحط بالبراد وبعدين عم يتاكل وبعدين بفضل عم, بي عم يكون عم ينكب أه هون بقول لست البيت إذا كانت نفس الشيء نفس السؤال إذا أنت ببيجي ببي أو بميزانية كتير قليلة كتير بسيطة بتقدري من حواضر البيت تعملي مايدة م. تكون شكلها كتير حلو وطعمتها كتير طيبة وتقدري ترضيك وترضي ضيوفك مجرد ان انه انت, انت عملتيها باخراج جميل اوقات كثير بتحطي يمكن رغيف الخبز بتحطيه بشكله العادي بي بالربطه بالكيس بشكله العادي بيكون عادي انما اذا وزعتي الرغيف عملتيه بشكل معين او المحارم او الملعقه او الشوكي والسكين عملتيهم بشكل معين خلقتي جو حطيتي وردة حطيتي شمعه ساعتها بتخلقي جو وهذا الجو هو اللي بده يلفت النظر اكثر من شو هن الاكلات الموجودين مع انه للاسف اليوم صار في تباهي كمان على طاوله العيد بصوروها فيسبوك كان صار في تنافس بين العيال انه مين طاولته غنيه اكثر ومين ديكورو اجمل مين ديكور؟ وبيرجعوا للصور لسنين سابقه أه. ليشوفوا أه. كيف كان لا ما فينا نستعمل نفس الشوكه <applause> ما فينا نستعمل نفس الديكور لازم يكون او نفس نفس غلط اكيد غلط هذا هيدا واقع عم نعيشه مش بس بالميدة واقع عم نعيشه بكل حياتنا اليومية لأنه وسائل التواصل الاجتماعي فاتت لجوات بيوتنا فاتت لخصوصياتنا يعني لدرجة أنه في أشخاص بترجع بالذاكرة لورا لتشوف اذا بهيدي المناسبه كان الشخص الفلاني موجود ما البس نفس القطعه <applause> يعني كانه هيدا هم انه انا اذا شافني بنفس القطعه يعني عيب بالوقت يلي هو هو التجدد مش بالثياب ومش بالشكل الخارجي ومش بالطاوله ومش بالشرشف ومش بالديكور هو التجدد بالانسان باستقبال الانسان بهالكم س... كم يوم اللي زادوا على عمره ال... هال... الخبرة اللي اكتسبهم بهالكم يوم اللي زادوا على عمره من سنه الماضي صح. للسنه بهالجمعه اللي عم تكون مستمره من سنه لسنه بينما في عائلات مش عم فيها تجتمع صحيح ممكن صحيح لاسباب وفاه او و... مية لاسباب 100% بالمية. 100% بالمية. لازم ي... لازم الموجودين على نفس الميديا وموجودين ون... بنفس المناسبه يكونوا عم يشبعوا من بعضهم اكثر ما يكونوا عم يشبعوا من, الأكل. من اللي موجوده ما لازم نشبع من بعضنا لانه نحن اليوم موجودين يمكن بكره ما نكون موجودين بدها تصير وجودنا مجرد ذكريات، بدل ما نكون نحن عم نتذكر الاشخاص من بعد رحيلهم او من بعد في حال كانوا مش موجودين معنا بنفس البلد في في حال غيروا بلدهم، بدل ما نكون نحن عم نتذكرهم بس بالصوره وبس بال... بال... بالواقع اللي صار نحنا وياهم فينا نكون كمان نحن بلحظتها عم نعيش عم نعيش الفرح نحن وياهم. فاليري بتحس في تفاوت اليوم بالاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، في تفاوت بين اللبنانيين في هالديكالاج هالإيكار اللي كبير اليوم بيناتهم؟ التفاوت أنا بشوفه مش بس اليوم بشوفه من زمان مش بس بين اللبنانيين بتخيل بكل دول العالم لأنه طالما في طبقات اجتماعيه وطبقات ميسوره وطبقات وسطى وطبقات ما دون خط الفقر رح يكون في هيدا التفاوت، انما انما صرنا نشوفه اكثر لانه صرنا صرنا عم نشوفه فعليا اكثر، كنا قبل نشوفه لما نزور بعضنا، نشوف الاشخاص كيف وضعهم من سنه لسنه، كيف تغير، تحسن او 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 تراجع، هلا صرنا نشوف الكل مش بس بغن خلال من خلال زياراتنا صرنا نشوفه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الصور يلي عم تنعرض على وسائل التواصل الاجتماعي صرنا عم نشوف ايه صارت عم تكون ملموسة أكتر صرنا عم نحس فيها أكتر لأنه صارت ظاهرة أكتر للعين كانت موجوده بس كنا ما نعرف فيها لانه ما كان في وسائل صحيح هي موجوده طوص. من زمان موجودة من زمان وهي ونحن بنعرف كثير منيح بفترة عيد الميلاد قديش الأشخاص بيعملوا خير وبيروحوا بيزوروا الأشخاص الآخرين وبيفكروا فيهم بيفكروا بالمحزونين بيفكروا بالأيتام بيفكروا بالأشخاص هي هي هيدا قيمة العيد فإذا إذا نحن من زمان عم نتوارث هيدي العادات انه بفتره الاعياد نفكر بغيرنا، كنا من زمان نروح على السكت نشوفهم، نروح اخدين لهم ايد اليمين ما بتعرف شو شو عامله ايد الشمال، هلا صارت للاسف صارت عم تنعرض كبير. شو بنعمل وعم نتباهى فيها شو بنعمل وشو عم نساعد وقديش دفعنا وقديش تكلفنا بوقت انه نحن هذا الشيء ما عم ننتبه انه ممكن يكون عم بيأثر على كرامة الإنسان يلي هي أكيد. أهم بكتير من القيمة المادية كرامته أكيد. هو بتبقى معه مدى العمر انما القيمة المادية اليوم بتخلص صح. بيصرفها اليوم بيصرفها بكره بتستهلك بتروح انما الكرامة بتضل مدى الحياة كثير حلو اللي عم تحكيه كثير كثير له عمق يعني اكيد فلريح حكينا كثير عن المراه كيف لازم تعمل ضبط للاستهلاك وعقلنه الاستهلاك طب اليوم اذا بدنا نعطيها كيف تعمل توافق توفيق بين الدخل وبين الاستهلاك صرتو انه اليوم حاجات الانسان زادت يعني اليوم بطلنا فينا اذا بدك نشبع او نكتفي بالحاجات اللي كنا نكتفي فيها من قبل والدخل بعده محدود كيف بيتم التوفير؟ الحاجات الحاجات رح على طول هي هيك، على طول نحن طالما في اعلانات طالما في طالما فيه عروض من قبل شركات ل لمنتوجات جديده، منتوجات نحن بحاجه لإلها، طالما نحن رح نحس بهيدا الشعور، طالما ست البيت رح تحس انه هي بعدها بحاجه لبعض الامور اللي هي بتسهل لها حياتها. مش غلط اذا انا حياتي كنت عم سهلها كست بيت من اشياء من خلال اشياء ماديه اذا كانت انا قدرت وفقها قدرت انا اقتصد او قدرت اعمل اداره لمصروفي بشكل اني انا اكون عم بشتري هيدي الحاجه يلي هي عم بتسهل لي حياتي هيدا بالعكس انا عم ب... انا عم برتاح بالمقابل عندي هيدي القطعه الكهربائيه او عندي هي القطعه بالبيت او عندي هيدي الخدمه انا عم بستفيد منها هيدا الشيء عم بيريحني والوقت عم بعطيه بالمقابل لاولادي ولعائلتي او لصحتي او لا او لحياتي الخاصه انما لما بنصير نحن ما بنشوف من 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 البيت وما بنشوف من الدعايات وما بنشوف من الاعلانات وما بنشوف من ال من ال 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 التنزيلات اللي بتصير الا انه كانه هيدي وسيله ضغط مثل نعم. كانه عم تدق على الوتر الحساس انه اشتريني 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 بديكي لازم انا اكون بالبيت لازم هي الغرض لو انك عايزتيني يعني بارك صح 100% هون شو بنقول نحن بنقول بنسال السؤال قبل ما نشتري مش بس بفتره العيد حيلا شغلة انا بدي اشتريها هل هيدا الشيء اللي بدي اشتريه هو ضروري مم. ضروري هلا او بتقشر. ضروري لبعدين مم. عندي ضروري ما فيني استغني عنه هو ضروري لاستمراريه حياتي ما فيني استغني عنه اذا انا فيني عندي بديل له يعني أنا هيدا الشغلة منا ضرورية، يعني بدي أعطي مثل أنا عجبني عجبتني قطعة معينة نعم عجبتني آه ما بعرف يمكن حذاء معين هيدا الشيء ضروري لإلي ما عندي غيره يعني أنا ما عندي غير القطعة اللي لبستها إذا صار لها شيء انخزقت انتزعت انقبعت رح روح على بيتي ما عندي شيء لا لازم اشتري قطعتين إنما إذا أنا عندي اكثر من قطعه فاذا بطل الضروريه اقدر اكون عم بستغني عنها هلا يعني بطل الضروريه شو هو الاشياء الضرورية هو الاكل لانه انا ما بقدر استغني عن الاكل ما بقدر استغني أكيد. عن الشرب بالشتي ما بقدر استغني عن الدفى بدي دفي عائلتي اكيد مش مطلوب نحنا نفتح الخزانه الخزانه تكون ملانه وقل انا لا لازم تكون ملانه والا انا هاي ضروريه يعني حتى عم تحسسينا انه مش ضروري نشتري تياب جديده على عيد طالما انا عندي مش ضروري انا فيني اقول للستات بهالوقت نحن بنعرف انه التنزيلات هي بتصير خلال العام كله فيني انا بوقت التنزيلات تبع اخر السنه اشتري قطعتين كتير صح بسعر يمكن قطعه وحده عم بشتري قطعتين او ثلاثه اشتريهم وما البسهم م. حتى لو انا عبالي بالي كثير البسهم بتركهم بترك الاتيكات فيهم بترك السعر عليهم بتركهم مثل ما هن اشتريتهم حتى ما البسهم صح. وبضبهم مثل ما هن ثاني سنه عندي قطعه جديده ما بلبسها تشرين وتشرين وكانون بتركها لفتره الاعياد بكون عندي قطعه جديده حتى فيني يكون عم اقول للاشخاص انه حتى لو ما قدرنا نعمل هاي. اوقات في عنا امور بنلبقها على بعضها يمكن بنطلون لبقوا على قميص من لبس من زد له اكسسوار بنزيد له فولار بنغير بنغير بشي فيه هيك قادرين نحن نغيره بنكون نحن معنويا غيرنا عملنا تجديد بحالنا وبنفس الوقت ما بكون احنا تكلفنا صح. حتى حتى مع الاولاد نفس الشيء يعني مع الاولاد نحن معروف انه بعيد الميلاد او بفتره معينه من السنه لازم نكون نحن عم نشتري لهم قطعه جديده ايه كثير حلوه القطعه الجديده واكيد الولد بينبسط القطعه الجديده القطعه الجديده ضروري له اذا ما بقى عنده ثياب نهائيا تظبط عليه بس انه اذا انا اليوم قادره اكون عم اجل هاي القطعه الجديده بدل ما اكون عم بشتري له ثلاث قطع اجلهم واشتري قطعه وحده بس بفتره العيد ومش ضروري اشتريها ماركه و... وادفع حقها كثير مصاري لانه جارتي او لانه اختي او لانه قرابتي او لانه صاحبتي او لانه زميلتي انا فيني اكون انا مقتنعه بالقطعه اللي بتلبق لي واللي انا قادره اكون عم عم أمنها وقادره اكون عم أمن لها مصرياتها وهيدي هي امكانياتي هي اهم شيء الواحد يكون متصالح. ودور القناعه صح يعني اليوم قد ايه نحن لانه عايشين بمجتمع للاسف بس في اسنوبيس في برستيج كثير عالي انه قد من ال... قد من الامهات او من الناس يمكن اللي عم تسمعنا بتقول انه انا بقبل اشتري لابني ثياب من سنه الماضي ودب اياهم على العيد يعني قد ايه في اليوم... اشخاص بيعملوها في اشخاص بيعملوا فيه أشخاص فيه أشخاص بس في اشخاص موطلتي. صح مثل ما قلتي دكتور في اشخاص يلي هو البرستيج تبعهم <applause> هي الخط المعين من الحياه اللي ما بنقبل ننزل تحته واذا قدرنا نطلع فوقه نحن بنكون عم نطمح انه نكون احسن, أحسن. مش غلط نكون كتير منيح مش غلط نكون افضل مش غلط بالعكس هيدا الشيء بيرفع لنا من ثقتنا بنفسها نفسنا بيرفع لنا من من صورتنا صورتنا لنفسنا بس نحن على طول لازم نفكر انه في شيء اسمه خط رجعه الدنيا يمكن ما تضل انا ظروفي مثل ما هي هلا يمكن تتحسن وكتر خير الله اذا تحسني بس يمكن يوصل لوقت يصير عندي حاله معينه او حادث معين يخليني اوقف اعمل ستوب اذا انا معوده حالي على طول عم بطلع عم بطلع عم بطلع وما عم اعيش الا بهيدا المستوى المعين من الحياه بدها تصير صعبه على الاهل وصعبه اكثر على الاولاد انه يقبلوا يعيشوا بمستوى مادي اقل شوي لانه صحيح. هن تعودوا خاصه لانه محيطهم واصحابهم ورفقاتهم كلهم عم بيعيشوا بهيدا الجو المعين بهالنقطة النقطه انا بحب اقول للاهل انه اذا انا ماني مرتاحه مع هول الاشخاص اللي عم زورهم وعم اولادي عم بعشرون ماني مضطره ماني مضطره فيني اقتصر الاتصال معهم او التواجد معهم للمينيموم مينيموم مينيموم يمكن يعني الوجبات الاساسيه لان انا ماني مضطره لا انا مثل على حالي ولا مثل عليهم ولا عيش هيدا ستريس هيدا الضغط يلي انا عم عايشه لحالي وعم عايشه لاولادي بس لحتى اكون عم برضي الاخرين انه انا مثلكم او انا صح. افضل صح كثير صح اليوم مين بحدد او كيف بتتحدد اشباع حاجات الانسان الاساسيه يعني اذا بدي مين بحدد اذا هو قدر يشتري كل شيء حاجات استهلاكيه اساسيه لألو كيف بتتحدد هاي الحاجات الاستهلاكيه ومين بحددها؟ الشخص هو نفسه هو اللي بحددها، ما حدا بيقدر يحدد عن الشخص الاخر، الاخرين نحن يمكن بشغلنا كمرشدين اجتماعيين فينا نكون عم نساعد الاهل، عم نساعد الاشخاص يكونوا يعرفوا كيف يديروا مصروفهم او كيف يديروا حياتهم اليوميه انما هن الاشخاص بحد ذاتهم هن اللي بيقدروا يعرفوا اولويات حاجاتهم وين وامكانياتهم وين واي متى وباي اوقات هن قادرين يكونوا عم يعملوا هيدا ستوب انه انا هلا بدي أوقف مشترى متى باي فتره من الشهر او باي فتره من الايام انا بدي اكون بحاجه لهيدي اني اظهر وغير جو واشتري ضمن ضمن مصروف معين <applause> الاشخاص هني بيحددوا والاشخاص هني بيحددوا كمان قديش رح يكونوا عم بحطوا بالمناسبات وبالاعياد آآ آآ مصاري <applause> وهون نحن بندعيهم ونحن بنشجعهم كثير انه يكونوا عم يعرفوا يحسبوا كل ليره وين بدها تنصرف اكيد وعم يعرفوا يحسبوا الايام الباقي خاصه الاشخاص يلي بيقبضوا اذا عندهم معاش شهري بيقبضوا قبل الاعياد م. يعني عندهم حوالي ال 40 يوم هو ال 40 يوم بده يكونوا المصروف تبع العيد مع المصروف اللي بعده كله عم ينحسب ضمن هي هيدا نقطة كثير مهمة بعينا منها الموظفين انه هن هلا رح يقبضوا بشهر ديسمبر فرح يضلوا يمكن كل جمهور بدون هون شو بنقول؟ هون بنقول نحن قديش عندنا اشياء اساسية بنشيلها على جنب بننساها <applause> قديش عندنا توقع للمصروف اليومي قديش نتوقع يعني الاشياء الاساسيه الخبز الماء اللحمة الاشياء اللي هي اللي هي امور اساسيه ما فينا نحن نستغني عنها بنعمل من لها حساباتها قديش تقريبا بنحطها على جنب بنحط مبلغ كمان للطوارئ اذا عزنا دواء او شيء والاشياء الباقي فيهم يكونوا عم يتصرفوا فيها لانه هيدا شهر هيدا شهر او هي فتره فتره الناس كلها العيال كلها عم تعيش عم تعيش فتره الميلاد الميلاد في كثير حتى بينصحوا الموظف اللي بيشتغل واللي بيقبض اذا بدنا نقول الشهرين هلا بديسمبر في نصهم بيقولوا ما تسحبوا بديسمبر تركوا لاخر جانفي كانك انت عم تكفي حياتك عادي بريف اليوم انت عم بت كثير عم بتتابع يمكن عائلات بشغلك عم بتشوف عائلات وكيف تحضيرها يمكن للاعياد او كيف عم بتعيش بحياتها اليوميه اليوم من خلال تجربتك بتشوف انه نفقات العيد تراجعت السنه نتيجه الوضع الاقتصادي السيء او انه لا بعضهم العيال عادي عم بكفوا حياتهم انا بشوف السنه تراجعت تراجعت وهذا الشيء لمسنا لمسنا الزعل عند الناس وهيدي النقطه اللي بحب كون عم بذكرها للاشخاص يلي هن يلي هن عودوا حالهم يعيشوا بمستوى معين حتى لو هن ظروفهم الماديه محدوده بس هيدي ظروفهم لما بت, لما لما المدخول كان عم بيقل او او صار في عندهم ظروف طارئه اضطروا يكونوا هالمدخول عم يصرفوا عليها كرمال هيك هيدا الشيء ادى انه يكون مصاريف العيد تكون اقل عم بعيشوا بحزن بدل ما تكون هي فتره فرح وفتره سعاده للعائله كلها فتره الميلاد عم تكون فتره انه انا شو بدي اعمل مش قادرة اعمل للاولاد وما قدرت اجيب لهم ثياب جديد وما قدرت اجيب لهم احذيه جديده والعشاء والضيافه واللي بالعاده يجيب هيدا الشغله السنه ما رح فيني اجيبها يعني هون نحن بنقول للعالم ولا مره ان احنا نكون رابطين حياتنا بالامور الماديه أكيد. يمكن شوي صعبه يمكن الناس اللي عم تسمعنا يمكن تقول انه عم نحكي شوي عموميات اذا واحد بيجرب عن جد بيلمسها انا بدعي الاشخاص كلها تكون عم بتجرب انه نحن ولا مره نتعلق بامور ماديه لانه الامور الماديه بتتغير اذا كانت تغيرت للاحلى رح نكون كتير مبسوطين بس ك... على على ذكر حديثك امبارح كان في عندي مثل حديث صغير مع تلميذه بعلمها لها عم قلها مثل ما بنسأل هلا السؤال المعتاد شو طلبت من بير قالت لي انا ما بدي شيء مادي انا كل اللي بدي اياه هو روح مع اهلي على الكنيسه وصلي العيد هو يسوع مش الهديه يعني هيدي البنت الصغيره اذا اذا نحن كلنا بنتمثل فيها وبيكون عندنا هالعمق اللي هي عندها اياه فريمون قد ايه بنكون عم نبعد عن القصص الماديه وعم نتعلق عن جد بمعنى انا بدي هني اهلا لهيد البنت وبدي هني كمان مدرستها ومحيطها يلي هو عم بياثر عليها خاصه هلا لما نكون عم يتحضروا روحيا ودينيا لاستقبال الميلاد اكيد انا بدي اتشكرك كثير على المعلومات اللي اعطيتينا اياها وان شاء الله بدي اتمنى لك من هلا اعياد مجيده وسنه كمان تكون كتير حلوه مليئه بالصحه وكل شيء بتتمنيه اكيد ميرسي كتير ولكم كمان ولكل كل اسره البرنامج اكيد انا بدي اتشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم وبدي اتمنى لكم نهايه سنه 2018 تكون مليئه بالخير والصحه وبدايه ونهايه سنه 2019 كمان تكون على ذوقكم من كل النواحي شكرا لمتابعتكم وان شاء الله بحلقات جديده بال 2019